بارك الله فيكم. هذا السائل من المنطقة الغربية أبو بكر حميد يقول: أريد أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وصلاته وحجه وغير ذلك من العبادات، فبماذا تنصحونني بالكتب الذي أقوم بقراءتها جزاكم الله خيرا؟ هذا شيء طيب، وجود الرغبة في المسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على خير ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة لاتباعه والاقتداء به. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مشروع، وهو يدل على خير، ولا تصح العبادات إلا إذا أديت على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا خالفت السنة صارت بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسائل وفقه الله يسأل عن الكتب التي يعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب ولله الحمد متوفرة وميسورة، عليك بقراءة كتب السنة الصحيحة مثل كتابي الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم، كتب السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، فتقرأ في الأحاديث الصحيحة وتعمل بها. ومن خير ما يعين على ذلك أيضا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله. كذلك تقرأ في كتب السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ في كتب السيرة سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة، من أجل أن تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع نفسه ومع الناس، فتعمل بذلك. كتب السيرة وكتب الشمائل، كتب السنة الصحيحة، كل ذلك مما يعينك على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بعد قراءة القرآن والتأمل فيه وتدبر القرآن. نعم.